نعم، هي بدأت هذه الحلقة الافتراضية أو الندوة الافتراضية التي تعالج شؤون التطبيع في الخليج، هي بدأت بالفعل وقد منعت بعد بدئها مع الأسف. مع المشارك الأول تم يعني الطلب لوقف هذه الندوة الافتراضية، والتي كان من المفترض أن نكون نحن في البحرين يعني لنا ضمان في الدستور وفي الميثاق بحرية التعبير، وخاصة بالقضية الفلسطينية لما جاء في الدستور البحرين وميثاق العمل الوطني، بأن فلسطين هي من ضمن ما جاء نصا في ميثاق العمل الوطني في الفصل السابع، بأن دولة البحرين تساعد وتؤكد على تساند وتؤكد على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى الأخص حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نحن الآن في جمعية البحرين لمقاومة تطبيع مع العدو الصهيوني نقوم بدورنا الوطني، ودورنا وواجبنا تجاه هذه القضية المفصلية، وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به، وهو ما قامت الجمعية وما تأسست الجمعية البحرينية من أجله، من أجل تحقيق هذه الأهداف، من أجل مقاومة. واضح ذلك من يعني من اسم أيضا الجمعية التي تمثلونها الآن سيد عاشور، وكذا من ضمن المنظمين لهذه الحلقة أيضا الشباب الديمقراطي، قالوا بما تفضل به بأنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طلبت يعني أثناء ما بدأت هذه الحلقة الافتراضية على الإنترنت إيقافها، لكن التقديرات لماذا يتم المنع والإيقاف؟ نعم، نحن يعني نرصد بأن هناك مع الأسف يعني لا نستطيع أن نتهرب من القول بأن هناك تطبيع رسمي. هم الجهات الرسمية يقولون ليس هناك تطبيع، لذلك نحن دائما نطالب بالتعريف واضح للتطبيع. وإذا أردنا أن نعرف التطبيع فلا بد قبلا أن نؤسس لمفاهيم واضحة لهذه المعاني. مع الأسف